قولي صدق الله العظيم في ختام القرآن بدعة، وهذا بوب عليه أهل الحديث باب قول المستمع للقارئ حسبك، يعني كافيك. وإلا لو كان طيب كيف تفعلون بقوله تعالى قل صدق الله، قلنا هذا خرج مخرج الخبر، ومن أصدق من الله قيل، ومن أصدق من الله إيش، هذا خرج مخرج الخبر أنه لا أحد أصدق من الله عز وجل، هذا خرج مخرج إيش، مخرج الإخباري. لكن عند التلاوة تقول ليش حسبك. وكلمة صدق الله العظيم إنها هي بدعة ابتدعها القراء في العصر المتأخر، قراء المآتم الذين يقرؤون للموتى، وكأن القرآن ما جعل ليقرأ لمن؟ للموتى. لا، ما هو كده القرآن، ما جعل القرآن للموتى جزاك الله خير، الميت خلاص أمر انتهى، إنما القرآن لمن؟ للأحياء، وينتفع به الميت إذا كان له قارئا عاملا به فين؟ في حياته. كان في الصحيح من حديث أبي هريرة ومن حديث أنس عند الحاكم وغيره قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها علم ينتفع به فيدخل في هذا الباب. ومن حديث أنس عند الطبراني وعند المنذري قال سبع يجري للميت أجرها في قبره بعد موته، أو مصحفا ورثه، أو مصحفا ورثه.